بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض موديول 1 بتاع الانترودكشن تو اي سيز اند اي دي اي. هنيجي بقى في الموديول بتاعنا للنقطه الرابعه، وهو سؤال في الحقيقه انا بتعرض له كتير، ناس كتيره بتسالني، خاصه الشباب يعني الصغير اللي لسه لاول مره بيتعرف على مجال المايكرو الكترونكس، وبيقول بكل براءه يعني واحنا ليه مش بنصنع الاي سيز في مصر؟ احنا ليه ما عندناش في مصر مصنع بيصنع اي سيز؟ طب فاحنا عايزين نجاوب على سؤالين في الحقيقه، هو احنا ليه فعلا ما بنعملش كده؟ رقم واحد، ورقم اتنين، هل معنى ان احنا ما بنعملش كده ان احنا ما نقدرش ان احنا نكونتريبيوت في الاندستري الكبيره دي؟ هم دول في السؤالين المهمين اللي عايزين نجاوب عليهم. طيب عشان نجاوب على السؤال ده يعني بكل بساطه، تعال نعرف هو المصنع ده بيكلف قد ايه؟ يعني عشان تعمل مصنع في الستيت اوف ذا ارت تكنولوجي ده بيكلف قد ايه؟ طبعا المصنع بتاع الاي سيز حاجه زي المدينه يعني كبيره، حاجه ضخمه جدا، ومن اهم الاجزاء فيه بتبقى اللي هي الكلين روم او الغرفه النظيفه. الكلين روم دي طبعا بيكون الهواء فيها منقى لاقصى درجه، لان ذره غبار واحده طبعا اكبر من الترانزستور نفسه هتبوظ لك التشيب بتاعتك كلها، فبالتالي عشان كده بيسموها الكلين روم. في الحقيقه السعر بتاعها بقى بتاع كلين روم ليه هي غاليه جدا، مش جاست عشان ان هي الهواء فيها منقى، مش هي المشكله طبعا، لكن الاكويبمنت اللي فيها، الاكويبمنت اللي بتستعمل في عمليه التصنيع بتبقى في الحقيقه اكويبمنت غاليه جدا جدا، فبيبقى كابيتال انفستمنت رهيب. يعني عشان ناخد مثال برضو نقرب الموضوع لينا، تي اس ام سي اللي هو اكبر مصنع حاليا بيصنع اي سيز، عشان يعمل الفاب الجديد بتاعه اللي هو ال 3 نانوميتر، اكسبكت ان هو يكلف اراوند 20 بليون دولار، 20 مليار دولار. الرقم ده رقم ضخم جدا، ده يعني ميزانيه دول في الحقيقه، يعني ده جزء كبير. يعني لو انت جيت تشوف ميزانيه مصر هتلاقي ده يعني فراكشن كبير جدا من الميزانيه بتاعت مصر. وبالتالي حكايه ان احنا بنقول ان احنا عندنا افكار هتخلينا نكمل 20 سنه قدام، ده حقيقي تمام، وان احنا ما بعد كده اكيد برضو المهندسين مش هيغلبوا وهيطلعوا بافكار جديده، سواء بقى في المصفت او حتى في حاجات تانية، لكن لازم نبص من برسبكتيف تاني خالص، وهو ايه؟ وهو ان الفيزيكال ليميتس او الانجينيرنج او التكنولوجي مش هي دي العائق الوحيد بتاعنا، مش هي دي الحاجه في الحقيقه اللي هتوقف مورز لو. يعني ناس كتيره زي ما بقول لكم من 30 سنه كان بيقول لك بس مورز لو هيقف ومش هنعرف ننزل عند ال 100 نانو، بعد كده قال لك مش هنعرف ننزل عند ال 50 نانو وهكذا. لا، الموضوع ده مش هو المشكله في الحقيقة. من الناحية الاقتصادية بقى، التكلفة بتاعت التصنيع ده هي الحاجة الحقيقية فعلا اللي ممكن توقف الايه، اللي ممكن توقف العجلة بتاعت التطور في السيمي كوندكتورز. فلازم اي سوليوشن احنا عايزين نحققه في المستقبل لازم يكون كوست افكتيف سوليوشن. طيب طبعا لما نبص بقى على الارقام دي نعرف ان طبعا مصر عمرها ما هتخش في المجال ده ابدا على المدى القريب، لان زي ما احنا شايفين تكلفته عالية جدا جدا، ما عندناش احنا قدرة كده ولا ان احنا نعمل حاجة زي كده. بالاضافة الى كده اصلا ان هامش الربح في المجال ده قليل جدا جدا، فعشان تكسب منه لازم تبيع بفوليومز رهيبه، وعشان تبيع بفوليومز رهيبه لازم تكون انت ليك اسمك في السوق وليك هيستوري، وحاجه الحاجات دي كلها مش موجوده عندك اصلا. برضو عشان نزود ازيدكم برضو مشكله كمان، ان الفاب عشان محتاج ناس من اكسبيرينسز مختلفه وليهم يعني تخصصات مختلفه. انت لو انت عايز تعمل شركه بتعمل ديزاين بسيطه جدا، انزل على اي كليه هندسه وخد لك كام شاب شاطر كده واقعد يوم كام كورس هيشتغلوا ديزاينر زي الفل، تمام. لكن طبعا الفاب ده محتاج ناس بقى من ناحيه الكيمياء، ناس من ناحيه الفيزياء، ناس من ناحيه الرياضه، ناس من ناحيه الميكانكس، ناس من ناحيه الاكويبمنت، ناس من ناحيه الانجينيرنج. يعني الموضوع معقد قوي قوي قوي، قصه كبيره يعني، واحنا ما عندناش للاسف خبره خالص في المجال ده، ولا عندنا يعني حد اصلا يعني يقدر ان هو عندنا قوه، ما عندناش قوه عامله مدربه يعني تقدر تشتغل في حاجه زي ايه، في حاجه زي كده. ده من الناحيه الاقتصاديه. في الحقيقه موضوع الفابز يعني ليه برسبكتيفز مختلفه خالص عن الناحيه الاقتصاديه، وهي اللي بيسموها الناحيه الاستراتيجيه. يعني ايه؟ يعني وده بتتكلم فيها دول كتير، لو انتم بتقروا برضه في الاخبار دول كتير جدا بقت تتكلم على الموضوع ده، ان احنا مثلا ازاي نعتمد على تي اس ام سي وهو مصنع في تايوان. وتايوان دي زي ما اعرفش انتوا عارفين ولا لا، هي جزيره صغيره كده جنب الصين. لما قامت الثوره الشيوعيه في الصين، الحكومه بتاعت الصين اللي هي قبل الثوره الشيوعيه يعني هربت وراحت تايوان، وايه واسسوا كده يعني دوله في تايوان. هي جزيره صغيره، الصين مش معترفه بتايوان، معترفه ان دي حته منها اصلا ومن دول منشقين عنها، لكن هي تايوان تحت الايه، تحت الحمايه الامريكيه، فالصين عشان كده سايباها في حالها. ولكن في اي وقت ممكن اي مشاكل تحصل الصين تروح تبلع تايوان، فازاي ان انت معتمد على جزيره صغيره جنب الصين والصين ممكن تبلعها في اي لحظه؟ اوروبا وامريكا كلهم بيتكلموا على الموضوع ده من الناحيه الاستراتيجيه. عشان كده لو بتقروا برضو الاخبار، امريكا ضغطت على تايوان على تي اس ام سي
ونتيجة للضغط ده هيروحوا يعملوا مصنع كبير جدا في أريزونا في أمريكا، وأعلنوا عن الموضوع ده، وحاليا بيعملوا فعلا كونستراكشن في المصنع ده. المهم إن من الناحية الاستراتيجية، كونك ما عندكش تصنيع حتى لو في تكنولوجيا قديمة، معناه إن أي وقت ممكن يعمل عليك حظر يقول لك بس أنت ممنوع إن أنت تستورد أي سيز، تمام؟ يبقى أنت كده اتقتلت في أي صناعة معتمدة على الأي سيز، أنت كده إيه يعني، حصل لك شلل كامل. فبالتالي من الناحية الاستراتيجية المفروض إن أنت يبقى عندك فاب حتى لو في تكنولوجيا قديمة، بس تعرف تمشي بيه نفسك لو أنت احتاجت تصنع يعني بيزك أي سيز حتى. ولكن طبعا يعني إيه، الموضوع ده بيعتمد طبعا على إيه، على استراتيجية الدولة نفسها، وإزاي بتحط خطة مستقبلية لنفسها. فعموما يعني إحنا كمصر ما عندناش نية إن إحنا ندخل في المجال بتاع الأي سي فابريكيشن في المدى القريب. عشان نحس برضو بالموضوع يعني بشكل أكبر، الجدول ده في المصانع اللي بتصنع عند تكنولوجي نودز المختلفة، زي ما احنا عارفين اللي اتفقنا مع بعض ان تكنولوجي نود كل واحدة بتروح تضرب في 0.7، بتروح للجنريشن اللي ايه، تروح للجنريشن اللي بعدها. حتى في التكنولوجيز الجديدة زي ما قلنا ماشيين بنفس الطريقة دي. طيب هتلاقي في ال 180 نانو عندك مصانع كتيرة جدا موجودة في دول كتيرة. لما التكنولوجي اتقدمت وراحت لل 130، عندك شوية المصانع دي كده ما قدرتش ان هي ايه، ما قدرتش ان هي تكمل ووقعت منك. لما رحت لل 90 نانو المصانع دي ما قدرتش ان هي تكمل ووقعت منك. لما رحت ل 65 نانو دول ما قدروش يكملوا وقعوا منك. انا عايزك تبص معايا على الاسماء دي عشان تعرف قد ايه اصلا الاسماء دي كبيره. سوني طبعا يعني من اكبر الشركات في اليابان، شارب نفس الحكايه، فري سكيل شركه ضخمه جدا في اوروبا. لما جيت بقى عند الايه، عند ال 3228 والحته دي، خد بالك بس هو ده اعلى، بس انا كبرت الفونت. انت لحد كده باناسونيك كده، او شايف كل دول كده وقعوا منك، كل دول وقعوا منك اللي هي تي اي، اللي هم اخترعوا الاي سي اصلا، مش قادرين ينزلوا تحت عن كده. ليه؟ ان هو عشان يعمل المصنع هيدفع تكلفه رهيبه جدا، ولما يبيع مش متوقع ان هو يجيب ريفينيو يعوض التكلفه اللي هو دفعها. فبالتالي من الناحيه الاقتصاديه الموضوع مش جايب همه، يعني من ناحيه دراسه الجدوى الاقتصاديه يعني ما ملوش جدوى اقتصاديه، وبالتالي ما قدروش ان هم يكملوا. ففضل عندك شويه الشركات دي. جينا بقى عند الايه، عند ال 22 نانو دول كمان وقعوا منك. اس تي مايكرو الكترونكس دي من اضخم الشركات في اوروبا في مجال بتاع المايكرو الكترونكس. جيت عند 16 نانو، اي بي ام اصلا قالت بص انا ماليش، انا مش هقدر اكمل اصلا في الموضوع ده، وقامت باعت الفابز بتاعتها. هتقولي الله، ده انت لسه قايل لنا ان اي بي ام عاملين 2 نانوميتر تشيب، ما هم سايبين الريسيرش لابز موجوده. الريسيرش لابز اللي هي بتعمل شويه كده بروتوتايبس وشغل في الريسيرش والكلام ده موجود، لكن كوميرشال فاب بيصنع ويبيع للناس ما قدروش ان هم يكملوا، زي ما قلت لكم هامش الربح صغير جدا والانفستمنتس كبيره جدا. فباعوا في الحقيقه الفاوندرز بتاعتهم لجلوبال فاوندرز، وخلاص انسحبوا من الايه، من المجال بتاع الكوميرشال فابريكيشن. على فكره جلوبال فاوندرز نفسها اصلا دي حصلت، يعني حصلت ازاي؟ جت امتى جلوبال فاوندرز دي؟ اكيد بتسمعوا عن المنافس الايه المشهور بتاع انتل، هي شركه اي ام دي، اللي هي الشركه دي كده. ام دي كانت بتصمم وتصنع زيها زي انتل، يعني انتل من الشركات القلائل زي ما نعرف اللي بتصمم اي سيز وبتصنع اي سيز. ام دي كانت بتعمل نفس الكلام. بعد كده جم لقوا ان التصنيع ده بيكلفهم جامد قوي، قال لك لا احنا مش هنقدر نكمل بالشكل ده، فهنفصل الشركتين. جلوبال فاوندرز دي هتعمل تصنيع بس، وام دي هتعمل تصميم ايه، هتعمل تصميم بس، ومكملين في نفس المسار دلوقتي. خلاص بقى الشركتين مستقلين عن بعض تمام. جم بقى في 10 نانومتر جلوبال فاوندرز وقعت، وفضل عندك في العالم كله هم ثلاث شركات في الحقيقه اللي شغالين 10 نانومتر اند بيوند. طبعا يعني الكلام ده ممكن يتغير، يعني في ناس بتحاول تجامب هنا، ناس بتحاول تجامب هنا، الكلام ده ممكن يتغير، ممكن يتغير في اي وقت، بالذات ان الصين دلوقتي بتصرف مبالغ رهيبه عشان عايزه يبقى عندها برضو استقلال ذاتي في المجال بتاع التصنيع ده. اكبر شركه في الصين اللي هي الاس ام اي سي دي، الاسماك دي اكبر شركه في الصين بتصنع، وهي في الحقيقه بتحاول تجامب هنا وتجامب هنا، وبتكليم ان هي هتقدر تجامب هنا في القريب يعني العاجل في الحتت دي يعني. بس الله اعلم ده هيحصل ولا لا. anyway يعني اللي موجود في العالم حاليا هم ثلاث شركات، سامسونج وتي اس ام سي وانتل. انتل حاليا حالتها يعني مش ظريفه قوي، عندهم مشاكل كتيره جدا، وغيروا السي او بتاعهم، والنمو بتاع الشركه نفسه بقى بطيء جدا، وعندهم مشاكل في التصنيع. يعني يبدو ان الشركه وصلت لمرحله الشيخوخه، يعني عارفين الشركات كده زي الافراد، ده صغير وايه وعنده شباب وطاقه وكده، كده يبدا يعجز يوصل لمرحله الشيخوخه. فهي انت في مرحله الشيخوخه حاليا، هل بقى يعني هينقذوها وتولد من جديد، ولا هتبدا تموت بالتدريج؟ الله اعلم. بس هي ما بقتش ماركت ليدر اني مور، يعني كان زمان هي دايما الماركت ليدر،
هي بتنزل احدث تكنولوجيا واحدث صيحه يعني. حاليا ما بقتش هي خلاص الماركت ليدر، تي سي ام سي بقت سابقاها في الفابريكيشن تكنولوجي. جلوبال فاوندرز بقى اللي كنت بحكي لكم عليها دي، نتيجه برضو ان الموضوع يعني ايه مكلف جدا، حصلت عندهم صعوبات ماليه فظيعه. فمين اللي راح بقى اشتراهم؟ اللي راح اشتراهم ابو ظبي. ابو ظبي كده عندهم صندوق بيستثمر في التكنولوجيا، فالصندوق اللي بيستثمر في التكنولوجيا ده اللي هو اسمه اتك ده كده، ادفانسد تكنولوجي انفستمنت كومباني، راحوا اشتروا جزء كبير من جلوبال فاوندريز، وكانوا متفقين معاهم ان هم هيبنوا لهم مصنع في ابو ظبي. بس طبعا برضو بعد ما ايه ادوا لهم يعني الوعود الجميله وهنبني لكم مصنع وكده، لقوا ان الموضوع مش جايب همه، ففي الاخر كنسلوا الايه؟ كنسلوا الاول، اول هنعمل بوستبوننج هنأجل، وفي الاخر قال لك لا كنسل الموضوع، الموضوع مش ايه مش هيجيب همه. جلوبال فاوندرز نفسها برضو كانت حاولت جامد ان هي تخش في ال 7 نانومتر، وبعد ما عملت ريسيرش كبير ويعني مشيت جامد في الموضوع، برضو لقيت ان الموضوع هيكلفهم 2 تو 4 بليونز، فبالتالي الريفنيو برضو مش هيكون كبير، فقال لك لا خلاص كنسل يا عم، واحنا هنقف عند الايه، واحنا هنقف عند مرحله ما قبل الايه، ما قبل ال 10 نانومتر. انتل زي ما قلت لكم هي نفسها اتكعبلت، مش قادره تكمل في الايه، في السباق الفظيع ده يعني، بتحاول طبعا بس مش قادره، وفي نفس الوقت هي عايزه تبقى بتصنع في احدث تكنولوجيا. فالاول مره في التاريخ يعني، الكلام ده كان السنه دي، اول مره في التاريخ ان انتل اللي هي اكبر شركه في عالم السيمي كوندكتورز هتروح تصنع عند شركه تانيه، هتروح تصنع عند مين؟ عند المنافس الشرس بتاعها، عند تي اس ام سي. ففي الاخر انا عايز اكسب في السوق يعني، لو تي اس سي عنده تكنولوجيا احسن هروح اصنع عنده، امر لله انا هعمل ايه؟ غير كده اي ام دي هتسبقهم طبعا، لو اي ام دي سبقتهم تبقى بالنسبه لهم ايه؟ بالنسبه لهم مشكله وكاسه كبيره. الموضوع بقى كمان مش بس فلوس، الموضوع زي ما قلنا داخل فيه سياسه وقصص كده يعني هي كبيره قوي. فالصين عندها فلوس كتير قوي قوي قوي، قالت طب خلاص احنا نعمل بقى احنا مصنع في احدث تكنولوجيا. امريكا شافت ان ده بيهدد الايه، بيهدد الامن القومي الامريكي، لو الصين عندها احدث تكنولوجيا فده هيهدد الامن القومي الامريكي. عملت ايه؟ بعد ما الصين كانت اعلنت خلاص ان هي هتبني بقى مصنع تاريخي ومفيش زيه في الدنيا، امريكا عملت حظر على المصنع ده ان اي شركه في العالم تتعامل معاه. طبعا طالما انت عملت كده انت كده قتلت المصنع، لان انت زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى ايكو سيستم يعني، انت عشان تعمل مصنع بتحتاج حد يبيع لك اكويبمنت، حد يبيع لك خامات، حد يشتري منك اصلا، فالموضوع بيبقى معقد جدا. فبالتالي قتلوا المصنع في مهده، والصين ما قدرتش تكمل فيه المشروع ده، بتحاول يعني بتعافر بس في مصانع تانية، ولكن امريكا حاطه عينها على الصين جامد قوي في الحته بتاعت السيمي كوندكتورز دي بالذات، ويعني مصممين ان هم يمنعوهم يوصلوا لاحدث تكنولوجيا يعني على قد ما ايه، على قد ما يقدر. الدول التانية بقى زي ما بقول لكم اللي بتفكر من الناحية الاستراتيجية، مش بتفكر بس في الربح وخلاص، بتقول لك لا ده احنا لازم يبقى عندنا مصنع، الله اعلم اللي هيحصل في المستقبل. فمثلا في الهند اعلنوا السنة دي برضو في شهر مارس، قالوا اي شركة هتصنع التشيبس في الهند هنديها بليون دولار هدية. تخيل هنديهم مليار دولار هدية اي شركة هتصنع في الايه، هتصنع تشيبس في الهند. امريكا زي ما قلت لكم بقى بتضغط، ضغطت على تي اس ام سي عشان يعمل فاب عندها، وبايدن لما جه بقى عايز يعمل انعاش لقطاع السيمو كوندكتورز في امريكا ب 50 مليار دولار. 50 مليار دولار عايز يضخوهم في قطاع التشيب اندستري في امريكا عشان تفضل امريكا هي الليدنج، اللي واخده الليدنج ايدج في الموضوع. تي اس ام سي من الناحيه الثانيه برضه مش هيسكت، قال لك طيب واحنا هنحط 100 مليار دولار، يلا يا عم انت هتحط 50 هنحط ايه؟ هنحط 100. وهو حاليا زي ما قلت لكم هو الايه الفاب رقم واحد في العالم، عنده احدث تكنولوجيا. هو قال ان احنا هنصرف على الريسيرش في خلال الثلاث سنين الجايه، هحط 100 مليار ايه؟ 100 مليار دولار على الريسيرش والديفلوبمنت وكل حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالفابريكيشن تكنولوجيز بتاعته. طيب اوروبا طبعا يعني حالتها برضو ما بين هي الصين وامريكا مش عارفين لسه الايه هما هيعملوا ايه، حاولوا قالوا خلاص احنا كمان هنحط فلوس وهنحاول، بس هما برضو لسه بيفكروا من الناحيه الاقتصاديه. فمعظم الناس الكونسلتنتس اللي ايه اللي شاركوا في المشروع عملوا يعني قالوا احنا هنحط بقى فلوس كتير وهنعمل 2 نانوميتر فاب، اللي هي الكليم بقى بتاع ايه، بتاع اي بي ام ده. الناس الكونسلتنتس قالوا لهم بصوا الموضوع مش جايب همه من الناحيه الاقتصاديه يعني، واحنا من الناحيه الاستراتيجيه قاعدين تبع امريكا، فهسيب امريكا هي اللي تتصرف تمام. ورجعوا جاي رجعوا في كلامهم، قال لك لا احنا ايه، احنا ملناش في الموضوع ده يعني، مش هنقدر ان احنا ايه، مش هنقدر ان احنا ندخل فيه. فبالتالي يعني اتمنى تكون اديتكم صوره
ليه مصر ما مش بتصنع اي سيز؟ اديكم عرفتوا اهم، يعني الموضوع كبير قوي، موضوع اقتصادي صعب جدا، من الناحيه السياسيه برضو صعب جدا، من ناحيه الخبرات الفنيه صعب جدا. ولكن هل ده يعني معناه ان مصر ما ينفعش يكون ليها دور في السيمي كوندكتورز ان جنرال؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه في الجزء الجاي من المحاضره.